علي جاعل الأرض مهادة وظن فوقكم سبعا شدادا. هذه الصفات أو هذه الأفعال وردت في القرآن الكريم لمن؟ منسوبة إلى الله عز وجل. ولكن لأنه أعطيت اسم ماذا؟ الشعائر الحسينية، حتى المرجع في الحوزة بعد يخشى أن ماذا؟ أن يتكلم. طبعا أنا ما أعطي عذر لأي مرجع أن يسكت أبدا أبدا. ليش؟ لأنه هذه تمس كرامة من؟ كرامة الحسين اللي واقعا أقدس ما نملك، بل من أقدس ما نملك. لكن مما يؤسف له نجد أن المرجعيات النافذة الآن ساكتة سكوت الموتى في هذه القضايا، لا تتكلموا عن شيء أبدا، لا علاقة لها. بعد القضية ماذا؟ هاي الممارسات وقعت بيد من أعزائي؟ وقعت بيد من؟ وقعت بيد هذه الهيئة وذاك الموكب وهذا الرادود وذاك المنبري وهاي القناة ومت... ولا تعلم القضية من أين. ويوميا أنت عندك ماذا؟ ها؟ يوميا عندك شعيرة أو شعيرة ماذا؟ جديدة، سكاكين وزناجيل وقامات وتطبيه تطيين وما أدي الانبطاح على الأرض والمشي على الظهور وإخراج صوت الكلاب والمشي على أربع كالبهائم إلى آخره ما شاء الله. تكلمت هنا لأنه أنا واقعا أريد أن أحفظ هذه الملحمة العظيمة في الأربعين اللي عشرات الملايين هو ختام البحث. نعم. الآن لو أن شخصا صعد على المنبر من الخطباء ومن الناس الذين يحترمون على المنبر، نعم، وقال أنا أفتيكم أن لا تذهبوا إلى صلاة الجمعة، أنا أفتيكم أن تذهبوا إلى صلاة الجمعة، اطمئنوا عشرات يقومون في داخل المجلس أو بعد المجلس يقولون شنو أنت مرجع حتى تقول؟ المرجع لابد ماذا؟ ينطينا الرأي، صحيح ولا لا؟ تمام. لأن المؤسسة الدينية حصنت الفتوى أنه لابد أن تصدر منين؟ رأس الهرم، من المؤسسة الدينية. ومن حق الخطيب أو الرادود يفتي أو ليس من حقه، ليس من حقه. لكن مع الأسف الشديد في قضايانا العقائدية وفي قضايانا الشعائرية مفتوحة ماذا؟ على الأبواب، ولا أحد يسأل أنه بابا أنت تقول الإمام كذا، من أين جئت بهذا؟ جيب الرواية جزاك الله وأحسنتم. ومن هنا واقعا أنا واقعا أصيب، والآخر يمسك بهذه حتى يجعل السبب علينا، جزاك الله خيرا، مع أنه هذا ما يمثل المذهب، لا يمثل، هذا التحصين. تقولون لا نستطيع أن نقيد الخطباء، كيف استطعتم في باب الفقه؟ إذن المؤسسة الدينية ما تقدر تستطيع أن تعترض وتقول أنا لا أستطيع، أنا أنصحهم لا يعملون. أشوف لماذا استطعت في الباب الفقهي؟ نعم، ليست رادعة نصيحة، لا تكفي للرادعة. إذن أنتم عندكم القدرة على أن تحصنوا الرأي العقائدي وتحصنوا الرأي الشعائري. يخرج إنسان ويدعو إلى التطبير وإلى المشي على كذا وعلى النار وعلى كذا، يا بأ أنت من؟ من أعطاك الصلاحية أن تعطي رأياً في الشعائر؟ طلع على رواية ما أعرف منين وجاء من ساقها لي هنا حتى تنفع. هنا المؤسسة الدينية ما هي مسؤوليتها؟ إذا هذا الإنسان كان قد أفتى فقهياً، ألستم كنتم تصدرون الفتاوى وتقولون ليس من حقك؟ أنت لست مجتهد؟ لماذا هنا عندما يفتي في باب الشعائر لا يقول له أحد شيء؟ إذن شوفوا، أنا أقول الآليات، يعني أن المؤسسة الدينية لابد أن تضع الآن أو مثال آخر دقيقة واحدة. لو أن شخصا مولانا جلس على المنبر مولانا واستلم الحقوق الشرعية من أحد المراجع يعني وكالة عنه بلا إذن منه، ماذا يفعلون له؟ ممنوع، ولا ويسقط وتصدر الفتاوى وإلى غير ذلك. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية ترى أن هذا خط أحمر، البعد المالي، فلا بد ان يقترب منه احد او لا يقترب. لا يقترب. اما فتاوى في العقائد في الشعائر في الدين دنيا كمالات الاسلام لا، فليقل من يشاء ما يقول، احنا شنو ما نخسر شيء.